نجدد ترحاب الفنان ديالنا المصري ميدو محمود المصري. محمود المصري أو ميدو كما سموك المغاربة واللبنانيين. بالضبط كذا. وجودك طول هاد السنين بلدك الثاني المغرب، هل كان كافي أنك يعني تحس على أنك نيت فعلا أصبحت مغربي بجميع مقاييس الكلمة؟ أولا أستاذ مصطفى، أنا طبعا عايز أشكرك كتير على اللقاء من خلال جريدة أصوات ورئيسها وكل الإخوان اللي واقفين ورا الكاميرا بالاستضافة الجميلة عندكم. والحمد لله طبعا 16 سنة اللي عشتهم هنا في المغرب، يعني أنا حسيت أن أنا واحد منكم، أخوكم ابنكم. والحمد لله ده نبع من خلال الأغاني اللي أنا عملتها ومن خلال السهرات اللي أنا عملتها واستقبال الجمهور واستقبال الناس في أي مدينة. يعني بحس أني كأني أعرفهم بقالي سنين وزمن، وده اللي شجعني أن أنا أبقى جالس وموجود في مملكتنا الغالية وتحت ظل ملكنا الغالي محمد السادس الله ينصره. فما حسيتش أن أنا إنسان غريب، حسيت أن أنا واحد منكم. وبعتز ان الناس دايما تقول الفنان ميدو المغربي المصري او المصري المغربي، دي حاجه بفتخر بيها. تماما. على صعيد كاين واحد المشاكل على صعيد المهرجانات وبعض الحفلات خصوصا بعد الازمه ديال كورونا. واش كانت هناك نيت على المعاناه؟ يعني حسيتوا بها كفنان مهاجر من بلد الى بلد؟ او لما ما كانش عرق قدامك؟ شوف، هو يعني المشكلة ما وقعتش بس في المغرب، هي وقعت على ما أعتقد في الوطن العربي كله. تأثير كورونا والحبسة اللي اتحبسناها كاملين دي أثرت، باش تبتدي من الأول تاني وجديد، كيف كنت تقولوا الدماري من الأول تاني وجديد، يعني ابتدت تاخد وقت شوية متأخر. الحفلات طبعا تكاد تكون مش بالقوة اللي كانت موجودة قبل كورونا، الشغل برضو ما بقاش بالقوة اللي كانت موجودة في كورونا. انا طبعا مش هقدر اعاتب اي حد في الحكاية دي، لان اكترية الحفلات واكترية الافراح واكترية الاماكن برضو عايزة تقلل من عدد الفنانة، او معنى اصح عايزة تقلص من عدد انها تخرج ماديات اكتر. وده شفناه بعينينا، يعني احنا كفنانين، انا واحد من الناس كنت ممكن اشتغل مثلا في مع الاجواق في الافراح وكده، او في الحفلات كنت تبص تلاقي فيه ترشيحات، رغم ان انت شفت ان الفقرة بتاعتي المصرية الحمد لله يعني بيكون عليها اقبال كويس جدا، ولكن ما وقع اقتصاديا في العالم اثر بشكل سلبي على اخراجات الناس انها تتكلف، بدل مثلا ما كان بيعمل مثلا الفرح بتاعه مثلا بخمسة مليون او عشرة مليون او كده، لا ابتدى يقلص الموضوع شوية، بدل ما بيجيب فرقة كبيرة ابتدى يجيب فرقة صغيرة، بدل ما كان بيخدم مثلا اربع مطربين او خمس مطربين لا ابتدى يشغل اثنين او ثلاثه. فطبعا الكلام ده اثر علينا احنا كفنانين وكموسيقيين، ودي عملت مشكله كبيره جدا. يعني حاليا في الوقت الحالي في ناس كتيره جدا قاعده، في ناس كتيره جدا مش عارفه تشتغل، مش عارفه ترجع تاني للمهنه من بعد الازمه. من بعد الازمه، ونتمنى ان 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 إن وطننا العربي يعني يحط في باله إن مرآة الشعوب في الفن. إذا أردت أن تعرف وتعلم ثقافة شعب فعليك أن ترجع إلى فنها وتراثها وثقافتها. والفنان زي ما أنت عارف هو الواجهة الدبلوماسية لأي بلد. يعني النهاردة لما ميدو المصري مثلا بيكون موجود في المغرب أو موجود في لبنان او موجود في الامارات او كده، الناس بتشوف فيها عبد الحليم، بتشوف فيها عادل امام، بتشوف فيها نور الشريف، احمد زكي، يحيى الفخراني، واخد بالك؟ بتسترجع الذكريات الحلوه في الافلام، في المسلسلات، ليالي الحلميه، رأفت الهجان،
واخد بالك. كذلك برضو استاذ دكاني لما جه عندنا مصر، او استاذ عبد الهادي الخياط لما جه مصر بالتقل ديالهم وبالاغاني ديالهم، احنا حسينا وشمينا ريحه المملكه المغربيه فيهم. كذلك سميره سعيد، كذلك جنات. فالفنان واجه دبلوماسيه لبلاده. اتمنى ان وطننا العربي كله، وطننا العربي كله يهتم اكتر بالفنان، ويهتم اكتر بتنشيط الحياه الفنيه بشكل اكبر من كده، على مستوى الغناء، على مستوى السينما، على مستوى المسرح. احنا النهارده مثلا بنشوف مثلا بلد زي السعوديه ولا الامارات ولا الخليج بشكل عام، ناس عاملين شغل، شغالين العام كله، واخد بالك معايا. رغم ان طبعا في المشاكل اللي احنا سنتطرق ليها ان شاء الله في الكلام اللي جاي ده، ولكن الفنان برضو محتاج ان هو زي ما بيقولوا، وهو بيصرف على بيته، بيصرف على كراه، بيصرف على مصروفه الشخصي، بيصرف على عائلته، سواء كان موسيقي او سواء كان فنان، ففي عنده تبعات. تمام، واخد بالك. كأي إنسان عادي. تماما. سي ميدو، غادي السؤال هذا شويه غيجرنا من المنطق الفني الى منطق سياسي شيئا ما. طبعا. موقف مصر من فتح الحدود الفلسطينيه احدث واحد الجال الصعيد العربي. رايكم كفنان وكمواطن عربي في هذا الشان؟ هو طبعا سؤال مهم جدا استاذ مصطفى اللي انت سالته ده، لاني انا في بعض الاحيان ببقى برضو قاعد مع اصدقاء ليا في ريستوراه او في قهوه او كده، وبيتكلموا دايما يقولوا لي انتوا ليه مش فاتحين المعبر، انتوا ليه مش مدخلين الناس، انتوا ليه ما تحاربوش، ليه ما اعرفش ايه. انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا للناس، وانا عارف ان الشعب المغربي شعب ذكي، وكذلك الوطن العربي برضو. الكلام اللي انا هقوله ده هم هيصدقوا عليه. انت النهارده كواجهه سياسيه مصريه، انت كان في عندك حرب مع اسرائيل في 73 وربحتها، وحصل بينك وبينهم اتفاقيه السلام، اتفاقيه كامب ديفيد، واصبحت انت حاليا دلوقتي انت قلب الامه العربيه، انت مصر، واخد بالك معايا. انت دخلت في مفاوضات حاليا، انت داخل بتنسق المفاوضات ما بين حماس وما بين الجهة الإسرائيلية، ودخلت أطراف أخرى زي قطر، ودخلت أطراف أخرى عشان تدخل في المفاوضات، ولكن الوحيدين اللي واقفين قدام الحكاية دي هي مصر. طيب النهاردة أنا لما أنا أدخل 2.5 مليون فلسطيني عندي مصر، حلو، مصر الحمد لله عندها لاجئين من السودان، من اليمن، من سوريا، من موريتانيا، يعني من ليبيا، واخد بالك. يعني انا مش عايز اقول لك الاعداد اللي دخلت عندنا في مصر يكاد يكونوا حوالي 5 مليون او 6 مليون دخلوا، وده سبب ازمه اقتصاديه وتضخم على الصعيد في مصر. حصل ازمه يعني، لان الناس دي دخلت معاها فلوس، واخد بالك. يعني على سبيل المثال، مثلا انت النهارده كبائع بتبيع مثلا قرعة ديال ماء، انت النهارده قرعة الماء دي مثلا بتبيعها عادي في الحانوت مثلا ب3 دراهم، لما دخلوا عليك الناس دي اصبح التجار يبيعوا الحاجة اللي 3 دراهم دي بقى بيبيعوها ب10 وب15، فدي اثرت على الاقتصاد المصري، وكذلك الكرة، كذلك لومة العيش. فاحنا ما عندناش مشكلة في ان اي حد يجي يدخل مصر، مصر بترحب باي حد، حل المغرب بترحب باي حد انه يدخل، ولكن انا النهارده لو انا دخلت الفلسطينيين عندي في مصر، انا كده نهيت حاجه اسمها القضيه الفلسطينيه، انتهت، ما بقاش في حاجه اسمها قضيه فلسطينيه. دخلوا خلاص، دخلوا عندك خلاص، هننسى بقى القضيه الفلسطينيه، هننسى القدس، هننسى حاجات كتيره جدا، هيبقى الوضع على ما هو عليه، هيبقى الوضع على ما هو عليه وكده. واستحوذت الجهه الاخرى على البلد، واخد بالك انت معايا، واصبح فيه. والمشكله ايه بقى؟ يعني ده انت في ناس هتتكلم عليك بقى تقول عليك ان انت كمان خاين، ان انت دخلت الناس عندك، واخد بالك، ونهيت القصه.
فاحنا الوضع اللي احنا حاليا فيه في مصر من ناحية الحدود بتاعتها كلها مشتعلة. لو بصيت للسودان او بصيت لليبيا او بصيت لسد النهضة واخد بالك، او بصيت للحوثيين واخد بالك، البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر احنا على جمرة نار، وهنزيد عليها كمان برضو مشكلة القضية الفلسطينية حاليا دلوقتي، ان احنا كذا ملف، في مصر ماسكاه جنب الأزمة الاقتصادية اللي بتعيشها مصر. فأرجوكم يا جماعة، وأرجوكم يا وطن يا عربي، وأرجوكم يا مغاربة، أنا نفسي تحطوا نفسكم في الموقف المصري. أنا عارف إن في ناس هتقول لي دخلوهم، إحنا بشكل لوجستي بنحاول نحل القضية بشكل لوجستي، بشكل اللي هو يرضي الأطراف ويعيد الـ 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 الأمور لأهلها لفلسطين، والمخابرات المصرية قايمة بالكلام دوت، والسلطة المصرية قايمة بالكلام دوت، ما نخافش عليهم. الضغط اللي على مصر حاليا دلوقتي من أمريكا ومن إسرائيل، واخد بالك، إحنا الحمد لله بنتعامل بشكل في ذكاء مع الأطراف الأخرى. فأتمنى من إخواتنا المغاربة يفهموا الحكاية دي، ان احنا لو دخلنا الناس عندنا في مصر انتهت القضية الفلسطينية. اخ ميدو، لا يختلف اثنان في كونك ابن عائلة فنية، شجرة فنية. هنرجع بقى للفن بقى. طبيعة الحال. هاد كونك من العائلة الفنية. واش كان عليه شيء وقع في المسيرة ديالك؟ يا سلام. يا سلام، يعني طبعا الاقارب ديال الوالدة ديالي، الفنان الكبير الملحن محمد الموجي، والملحن الكبير بابا طبعا حلمي أمين اللي هو تبناني فنيا في مصر، وطبعا الفنان أحمد زكي ولد عم الوالد الممثل أحمد زكي. تخيل انت بقى في وسط الجو الفني ده، انت في وسطهم ولسه صغير وطالع وبتغني، وبيبتدوا يحطوك في الأماكن اللي هتدرس فيها، المعهد العالي للموسيقى العربية، عشان تدرس مزيكا وتدرس فن وتدرس تمثيل وتدرس مسرح. فطبعا وبتشوف قدام منك بقى فنانين كبار، يعني في وسط الاعداد بقى بتشوف هاني شاكر جنب منك جاي، ليه الغفران موجوده، الاستاذه سميره سعيد، ناديه مصطفى، الفنان شفيق جلال، احمد عدويه. طبعا الناس دي احنا انا شفتهم طبعا وانا كنت صغير، وكانوا بيسمعوا بقى يقول لهم احنا عندنا ابننا بيغني، غني اطلع غني، فبطلع غني. لما دخلت المعهد وتقدمت لاختبارات تلفزيون، ما قلت لهمش ان انا قريبي الموجي او قريبي مزيكا. انا دخلت وكانت لجنه فيها حوالي 13 واحد، كان منهم كان منهم استاذ محمد سلطان الملحن زوج الفنانه فايزه احمد، وكان منهم عمار الشريعي، وكان منهم حلمي بكر الله يرحمهم. فطبعا سمعوا الصوت، صوته حلو، بيغني حلو، شكله حلو، واخد بالك، ركز على كذا، ركز على الاغنيه كذا، ركز ان انت تقول كذا، ابتدوا يعطوني لاني يعني خريج المعهد نصائح طبعا. والحمد لله يعني المسيرة الفنية كانت فيها دراسة، والحمد لله احنا واخدين الى حد ما وضعنا شوية في الفن، في المجال الفني. في المجال الفني. اخ ميدو، شكون في المغنيين المغاربة اللي ممكن مثلا تبغي او تتمنى دير معاه مثلا ديو؟ الله 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 على سؤال. والله هم كلهم حلوين، يعني الفنانين المغاربة كلهم ما شاء الله عليهم أصوات جميلة وأساتذة، وطبعا أنا بحييهم مؤخرا، لأن طبعا هم يكاد يكونوا في العشر سنين الأخرانيين دول ابتدوا يحطوا الأغنية المغربية في الصف الأول. يعني طبعا هي كانت موجودة طبعا في الصف الأول، ولكن كانت إلى حد ما، يعني لو سألت مثلا المصريين يقول لك احنا حافظين مرسول الحب، احنا العيون عينية، واخد بالك، جلالة، يعني في حاجات كانت واصلة لمصر، سوق البشرية، في حاجات كانت واصلة لمصر حلوة. ولكن العشر سنين الأخرانية طبعا الفنان أسماء المنور، الأستاذ سعد المجرد، حاتم إدار، يعني ابتدوا يحطوا، يعملوا هدى سعد، ابتدوا يحطوا أغاني
بقت الى حد ما قريبه ومزيكا قريبه للشباب المصري. فانا ما انا انا حابب ان انا يكون في تعاملات معاهم كاملين. في واحد برضو انا بيعجبني قوي، مسلم 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 بيعمل اغاني حلوه قوي قوي، بتعجبني برضو. فانا ما كرهتش ان احنا سعيد مسكر، يعني في اسماء حلوه كلهم اصدقائي طبعا. الداودي حبيب قلبي يعني، عبد الله الداودي، فالناس دي كلها اسماء. سعيد سنهاجي، كل دي اسماء انا بحب، اتمنى ان انا اعمل معاهم ديوهات. الحمد لله. أخ ميدو، طيلة هذه المدة اللي سكنتي في المغرب، بطبيعة الحال تلاقيتي مع ناس فنانة مغاربة، تلاقيتي مع مواطنين عاديين، مادام أن السكن ديالك ولا رسمي هنا في المغرب، بغينا حبذا لو كنت تقرب للجمهور، كيفاش كانت العلاقة ديالك معهم؟ الله 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 الله، باش نقول لك يعني، أنا تعرفني أنا دايما بحب أقول كلام من القلب. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، مفيش بلد مشيت ليها في المغرب عملت فيها حفلة أو مهرجان إلا لما بتلاقي تبارك الله على الناس كيعرضوا عليك، تعالى شرفنا، تعالى اتغدى معانا، تعالى بلد اتعشى الكرم. معانا، بلد الكرم صراحة. وأنا طبعا بداية قبل ما ناجي المغرب كان عندي أصدقاء مصريين متجوزين مغربيات، فابتديت اخد ثقافه الاكل منهم. كنت كل جمعه مثلا اروح، عندي واحد صديقي اسمه حسام عجرمه، هو فنان، كنت دايما مره اروح عنده، اكل كسكس، اكل رفيسه، اكل يعني بسطيله، الحاجات دي. فانا الحاجات دي قبل ما ناجي المغرب ابتديت اكلها. واكتشفت بقى لما جيت وقعدت هنا وعشت مثلا مراكش، طنجيه، الكرعين، الحاجات بقى اللي انا بحبها كلها يعني. ففي لا في المغرب تبارك الله عليهم، مش من ناحية الأكل بس كمان، لا من ناحية الذوق في التعامل وفي الكلام وفي الهضرة، وكيشوفوا فيك إن أنت جاي من مصر ولوحدك، واخد بالك؟ طب هي قاعد مع مين؟ طب عايش مع مين؟ طب كده، واخد بالك أنت معايا؟ لا طب تعالى نعمل ده. واخد بالك؟ رمضان يعني ما شاء الله، مش عايز أقول لك رمضان، واخد بالك؟ يعني العيد حاليا دلوقتي انا كتبتها يمكن على الصفحه عندي، قلت لهم العراضه اللي جايه لي من المغرب تبارك الله، مش عارف اروح فين. وواحد صديق اخ غالي اللي بقى اوجه له طبعا تحيه، اخويا يوسف الضماني، من ناس سله الحلوين، قال لي لا انت هتعيد معانا السنه دي وهتذبح معانا وبتاع. وبرضو عندي اصدقاء في الرشيديه كلموني لا لازم تيجي، وعندي في مراكش. فانت عارف يعني مبقاش عارف عايز تروح فين، كذا البشيشي، نور الدين البشيشي رئيس الجمعيه المهنيه، يعني بتبقى يكفي محتار الاحساس على انك في وسط عائلتك، في وسط عيلتي، مش مع حد غريب صراحه يعني. انا بوجه لهم تحيه طبعا، اخوات المغاربه من طنجه، الجويره، الوهابي من طنجه، هو برضو عرض عليا من طنجه الحمد لله. فالحمد لله. ميدو، شنو هو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي انا طبعا كنت عايز اعمل مفاجاه مصطفى، بس انت مش غريب طبعا، انت اخ وصديق وعشره جميله. انا طبعا حاليا بصدد، وفي ناس دايما تقول لي طب انت ليه ما بتغنيش شعبي، واهتم بالاغنيه الشعبيه واعمل كذا عشان تشتغل اكتر ومش عارف ايه. بس انا يمكن من كتر حبي هنا في البلد وكتر حبي في الملك، يعني حبيت ان انا برضو اوجه مساج من خلال العمل اللي انا بجهز ليه حاليا دلوقتي، هي الملحمه الصحراويه العربيه الافريقيه. يعني احنا فكرنا في عمل من كلمات الشاعر الكبير عنتر هلال، وما ادراك ما هو عنتر هلال. طبعا في مصر يعني من شعر الزمن الجميل اللي كتبه لهشام عباس ومحمد محي، يعني كتب كلام حلو قوي للصحراء ولحناه. والمفروض ان احنا بنجهز ان يكون في معانا فنانين من المغرب وفنانين من الخليج وافريقيا، واتمنى ان السلطات تساعدنا على الحكايه دي، على الملف، لان طبعا هو مساج قوي جدا وموضوع قوي جدا. وانا على ما اعتقد من الناس برضو اللي شجعوني،
في الحكاية دي الإعلامي الكبير أستاذ ماجد الشاجعي، لأن برضو حكاية إن أنت تقدم ملف في العيون، وأنا طبعا نفسي أقدمه طبعا للديوان الملكي وكده، فأتمنى إن السلطات تساعدني في الحكاية دي، وزارة الثقافة. بسم الله بسم أتمنى إن الموضوع كمان يطلع، الأغنية والكليب بيطلع حاجة حلوة. معايا مخرج كبير الأستاذ عبد الواحد مجاهد، إن شاء الله هيعاوني، ومعايا شركة كبيرة زي الأستاذ نبيل بوحناك. أتمنى إن إحنا نقدر، ربنا يساعدنا إن شاء الله، إن إحنا نجمع مجموعة الفنانين في العمل اللي إحنا شغالين عليه حاليا دلوقتي، عشان يبقى مساج قوي لمملكتنا، ومساج قوي لكل العالم وكل الوطن العربي، بنقول بين الصحراء المغربية. أخ ميدو، أغلبية الناس كيلاحظوا عدم الحضور ديالك في الإذاعات، الإذاعة الوطنية المغربية الأولى كدوزيام إلى آخره. واش هاد الشيء هذا ما عندوش شي وقع يعني في حياتك؟ واش شوية ما كيألمكش؟ واش كاين يعني تقصير من ناحية الناس ديال الإذاعة وكفاتها، أو لا هناك رفض منك أنت يا؟ لا بالعكس، لا هو ما فيش رفض مني، بس أنا حسيت الحكاية دي فيها لحد ما في إقصاء شوية، وخصوصا أنا بعد ما عملت أغنية المنتخب، يعني كنت أنا أول واحد عملت أغنية للمنتخب المغربي في بدايته، يعني قبل ما يحقق أي بطولات أو يحقق أي انتصارات، لدرجة إن في ناس قالوا لي أنت كده بتغامر، أنت إزاي هتعمل أغنية للمنتخب وإزاي؟ قلت لهم مش عارف النتيجة، مش يعني قلت لهم أولا الله ينصر سيدنا اختياره لسي فوزي الأقجع اللي أنا بحييه من خلال المنبر عندك، لتسيير حاجات كتيرة جدا في الجامعة الملكية، واختياره الموفق والجيد جدا لوليد الرجراجي اللي طبعا كان عنده بطولات مع نادي الوداد، في اختياره للعبة للمنتخب المغربي اللي شرف العالم وشرف العالم العربي كله، المنتخب المغربي اللي انا بشيد بيه. فانا لما شفت الاختيارات دي حصلت، كان عندي احساس قوي يعني ان المنتخب هيحقق انتصارات حلوه. فلما حصل تواصل على اساس ان القنوات الوطنيه انها تعرض الاغنيه العمل، فلقيت فيه عقبات، انا لقيت فيه عقبات رغم ان انا عملت فيه مجهود كبير جدا، والناس اللي اشتغلوا معايا في الاغنيه عرفت العقبات، كانت واكتريتها كانت عقبات ماديه، يعني كانت في عقبات ماديه قدام مني علشان انفذ الكليب واروح اسجله في فاس واصور لقطات في فاس واخد لقطات من الفنان سعيد مسكر اللي انا بشكره برضو من خلال القناه عندك، والاستاذ مصطفى برجون اللي بشكره برضو من خلال القناه عندك، وخدت لقطات من الجاليات المغربية اللي موجودة على برة، من مدريد، من إيطاليا، من فرنسا، إنهم يرفعوا العلم المغربي في لقطة، وتاخد اللقطات دي كلها. كونك إن أنت تاخد لقطة ورا منك الجليج الفاسي، وفي وسط ما أنا بصور في الرياض ويدخل أسبان، ناس أسبان، وتعرض عليهم الفكره ان هم يهزوا الرايه المغربيه، وتتصور اللقطه وتتحط في قلب الكليب. طبعا الكليب بتعب عليه علشان يشتغل عليه المخرج استاذ طلال اللي بشكره برضو لانه سهر عليه وعمله، وبشكر الناس في جامعه انفا لانهم برضو عاونوني عشان اعمل المؤتمر الصحفي، استاذ عبد الواحد رحال تعاون معايا في المؤتمر، والصحفيين اللي جم شرفوني في المؤتمر. كنت متوقع ان الاغنيه في كل انتصار تظهر، واخد بالك؟ ولكن الاستاذ الاعلامي الكبير ماجد الشاجعي اللي برضو بشكره، هو واستاذ مصطفى الاغا، لما شافوا الكليب ابتدوا يعرضوه في الام بي سي في برنامج صدى الملاعب، كل ما كان المنتخب كان بيربح، لدرجه ان الاستاذ مصطفى الاغا استدعاني قال لي انا عايزك تيجي تصور عندي في البلاتو،
ولكن كانت ظروف عندي، الوالد عندي كان تعبان شوية الله يرحمه طبعا، الله يرحمه. فما قدرتش ان انا اطلع اسافر. فانا مش عايز اقول تقصير من القناة الاولى ومن القناة التانية، بس انا مش عارف كيفاش التواصل. يعني لحد وقتنا هذا انا عندي اغنية عملها الملك والصحراء ما تعرضتش، اغنية الصحراء وللملك وللمنتخب والمنتخب ما تعرضتش، وكل ده ما يأهلك زعما انك تكون في مدن المحقة، هذا نقدر نعتبره تقصير. ما اعرفش. وبعدين عندي الفرقة ديالي بتقدم في الفلكلور المصري، واخد بالك؟ يعني انا من لحد وقتنا هذا في ناس كثيرة بتقول لي طب ما تروح، روح ودق. انا ضد الفكرة دي، انا ضد الفكرة دي ما اخبيش عليك، لان انا 16 سنه هنا عايش الحمد لله، الصحافه كاتب عليا، عندي برامج، عندي اعمال، واخد بالك انت معايا؟ خاص حد يتواصل معايا، خاص حد يتواصل معايا. التواصل هو اللي مقطوع دابا، التواصل ما بينك وما بين هاد بالضبط من الاذاعه وبين واخا. سي ميدو، كلمه اخيره؟ ماشي اخيره، اخيره الله يخليك استاذ مصطفى. طبعا يعني اولا كان نشكر ملكنا الغالي الحبيب المتواضع الخلوق على ان هو فتح لنا بابه، فتح لنا بيته ومملكته ان احنا نكون متواجدين وعايشين فيها. وكان نشكر الاسرة العلوية كاملة، وكان نشكر اخواتي المغاربة كلهم من طنجة الجويرة والصحراء المغربية، اللي ان شاء الله يكون في عندنا فيها ان شاء الله الفترة اللي جاية دي حاجات حلوة نعملها. بشكر كل حبايبي واخواتي المغاربة اللي واقفين معايا، واقفين جنب مني كيدعموني كيشجعوني، حاسين بميدو كإنسان. بشكرهم من القلب، وبقول لهم فضل البلاد عليا كتير جدا، زي ما فضل مصر كانت عليا برضو كتير. عمري ما هنسى طبعا فضلكم، وعمري ما هنسى خيركم، واتمنى دعمكم، واتمنى تشجيعكم، واتمنى دعواتكم من القلب لملكنا المحبوب. ربنا يخليه لنا، ربنا يشفيه لنا، ربنا يحميه ويسدد خطاه وينور طريقه، وهو مولاي الحسن مولاي رشيد الأسرة العلوية، ويحفظ لنا بلادنا ويأمن لنا بلادنا ويحمي كل المغاربة. وعيد مبارك سعيد عليكم كاملين، ولنصر سيدنا، وتحيا مصر. شكرا الأخ ميدو، نتمنى من الله أن الحوار يكون داز ماشي تقيل عليك شوية. بالعكس، أنا أخاف أكون أنا كنت تقيل عليكم والله. بالعكس بالعكس والله، ومرحبا في بلدك، هذا بلدك الثاني. ربي يخليك، ربي يخليك، أعتز وشكرا. اعتز وافتخر، الله يخليك. شكرا استاذ مصطفى، واشكر كل اخواتنا اللي في الميديا المصورين وصاحب الجريده على الاستضافه، وكل الحاضرين معانا، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.